إسقاط الأسد. الشعب يريد 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 إسقاط الأسد. يا شباب انضم على بعض يا شباب. يا يوسف يا امين اخرج برا ارض النيل. يا يوسف يا امين اخرج برا ارض النيل. شوف هذا دم الجريح اللي صار اللي اسعفناه. قول له ازاي اسعفته. يلا قول له وين انضرب وين اسعفته. نحن واقفين قدام السور، السور اللي انت شايفه ده الحاجز اللي عامله الجيش طالع الدم. عم نحكي معنا من دول بدنا نقطع من السفاره يروحوا ويضربنا. لسه عم نحكي يعني نحن ما عملنا شيء والله العظيم ما عدنا الحاجز. اقسم بالله وهي الناس كلها شاهده ما عدنا الحاجز. راح ضربه بالآلي هيك على عينه يا رجل. ما بيجوز من الله. شو هالجيش هذا؟ انتوا اخواننا وضيافتنا ان شاء الله. اذا كان حدث يبقى ده حدث عارض لا يؤثر ان شاء الله. والسلام عليكم وبركاته. واحد 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 مصر وسوريا واحد. 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 مصر. ضبوا عليا ضبوا عليا ضبوا عليا ضبوا عليا. يلي بتحبوا الحرية يلي بتحبوا الحرية يلي بتحبوا الحرية يلي بتحبوا الحرية. لف يا شمس الثورة ودوري. لف يا شمس الثورة ودوري. حي نضال الشعب السوري. حي نضال الشعب السوري. لف يا شمس الثورة ودوري. لف يا شمس الثورة ودوري. حي نضال الشعب السوري. حي نضال الشعب السوري. يا سفير يا عميل. يا سفير يا عميل. اطلع برا أرض النيل. اطلع برا أرض النيل. ويا سفير ويا عميل. يا سفير ويا عميل. اطلع برا ارض النيل. اطلع برا ارض النيل. مصر سوريا ايد واحده. 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 مصر المتحده دول صور العرب ومصر في الائتلاف العام للثوره صوره 25 يناير. الحدث كانت واقفه سلميه قدام السفاره في تكات سلميه، لكن بعض الافراد من الاخوه السوريين حبوا ان هم يجتازوا الجدار العازل ويقتحموا السفاره السوريه. منعهم ضباط الجيش فحصل اشتباك يعني بين محاوله للدخول وبين محاوله للمنع، فحصل اشتباك. خرج بعض الجنود يشتبكوا مع بعض السوريين، واحد الجنود عسكري وليس ضابط ضرب سوري ببنيه في عينيه فاصيب هنا بقطع جرحي حوالي 4 غرز، وهنا برضو قطع جرحي حوالي 3 غرز. وانا حاولت امنع الاشتباك وحتى اصبت بالدم واشتبت بخدش بالست هنا، لكن كان هو كان خلاص الاشتباك حدث وهو على الارض. والحمد لله برضو منعنا المزيد من الصدام ومزيد الاشتباك، لان ما كناش عاوزين نعمل وقيعة بين الشعب السوري والشعب المصري والثوره السوريه والجيش المصري. الجيش المصري هو بيعمل السفاره وبيعمل منشآت، وهو في حتى احد السوريين ناشد السوريين السوري السوريين بعدم الاقتحام، وقال ان دي السفاره السوريه من ممتلكات الشعب السوري، وعندما يحين الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري سيكون مقر السفاره هو المقر الرئيسي وممثل سوريا بمصر. هي ازمه والحمد لله عدت على خير. الشعب السوري مصر السوري راس الاسد محله. دم الشهيد راس الاسد محله. من هاب الموت لو جابوا الامن كله. من هاب الموت لو جابوا الامن كله. راس الشهيد راس الاسد محله. راس الشهيد راس الاسد محله. هاي وما في للاباد ما في للاباد عاشت سوريا يا صوت الاسد. ما في للاباد ما في للاباد عاشت سوريا يا صوت الاسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الجاحش. عاشت سوريا ويسقط بشار الجاحش. عاشت سوريا ويسقط بشار الجاحش. سوريا لينا وما هي لبيت الجاحش. سوريا لينا وما هي لبيت الجاحش. سوريا لينا وما هي لبيت الجاحش. سوريا لينا وما هي
بيت الجاحش كلن عندن رؤساء ونحن احنا حمار رد طويل ومنقل له بشار كلن عندن رؤساء ونحن احنا حمار رد طويل ومنقل له بشار كلن عندن رؤساء نحن احنا حمار رد طويل ومنقل له بشار وهي يلا وهي يلا يا سوريا شد الحيل يا سوريا شد الحيل ما بيدوم هذا الليل ما بيدوم هذا الليل ما بيدوم هذا الليل ما بيدوم هذا الليل يلا